على ذكر بن شرقي فرجاني لم يعد إلى الآن. إلى الآن لم يعد إلى الآن، وسمعنا بعض الأخبار إن النادي بيعد لتقديم شكوى، لأنه ما عقده بيقول لآخر الموسم، وهو بيقول لا ده أنا نهايتي في آخر خمسة، والحكاية والرواية. إيه حقيقة الكلام ده؟ هو طبعا رقم واحد، الرياضة لازم يسمو فيها الأخلاق، يعني احترافية وكل حاجة طبعا، ولكن احنا بنتكلم، انا الارتباط الخاص بي بالنادي بتاعي يجب ان تكون في نهاية مشوار، تنتهي في نهاية المشوار. فما فيش شك ان نهاية تعاقد فرجاني مع النادي بنهاية الموسم، وده اللي احنا اثبتناه بصورة وباخرى. الراجل ما جاش لغاية دلوقتي وما جاش استكمل الدوري الموسم معانا، يبقى احنا لينا أحقية. هنخاطب طبعا كل الجهات المعنية عشان ناخد مش حقنا، عشان ناخد حق نادي الزمالك اللي لن نستهين ابدا في اي شيء من حقوقه. جه وحب يقعد يتكلم في مفاوضات، هنقول والله احنا نظامنا 1 2 3 موافق على النظام ده، اهلا وسهلا بك. ليك رغبة اخرى غير كده يعني اعلن عنها عشان تبقى الدنيا واضحة. يعني انا بحب الوضوح في الامور دي، احنا معلوماتنا نصها اللي بناخدها حقيقي عن فرجاني بناخدها من الميديا بصراحة. بنتواصل معاه يقول انا جاي بعد فترة التوقف عشان مع المنتخب وجاي. الى الان مصاب. ما فيش اي يعني تواصل معاه؟ ما هو التواصل تم قبل كده طبعا كتير جدا مع الكابتن، حتى الكابتن حسين واتكلم في الكلام ده قبل كده. تم كابتن حسين السيد، كابتن حسين لبيب. كابتن حسين لبيب وتواصل معاه، وكان اول ما جينا على فكره كابتن مدحت، اول ما جينا احنا جينا، انا بقول ايه، احنا فرجاني قضى مع لجنتنا 4 ايام بس، يعني قعد 3 سنين في النادي منهم 4 ايام معانا احنا. 4 ايام دول كان فيهم ماتشين مش في القاهره، ماتش في الاسكندريه والتاني في السويس. ما شفناهوش حقيقي، لكن حصل تواصل تليفوني معاه، وهو كان يعني معرب جدا عن سعادته بهذا التواصل، وانه هيجي وهيقعد ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. واستحقاقاته طمناه وقلنا له هيكون في حسابك وبالفعل تم الكلام ده. حطيته في حسابه السبت قبل الحد، ان هو كان بعت لكم جواب بالظبط. احنا يا فندم ما وعدناش وعد ولم نفي به. الحمد لله رب العالمين. ده قاله كارتيرون الحقيقه يعني في اخر حديث له. الحمد لله يعني. فاحنا طبعا اذا ما جاش يبقى حقوقنا طبعا هنطالب بيها.